الاضراب حق، لان الشغل مش سخره، ولان كل شيء بالاتفاق، وان اي مؤسسه مش من حقها تلوي دراع الناس اللي بيشتغلوا فيها. هو الموضوع كله موضوع لوي دراع. ده لوي دراع مش من حق حد، لا من حق حد يلوي دراعك، ولا من حقك تلوي دراع حد. تضغط عشان تاخد حقك، عشان تبلطج لا. وبالرغم من الحجه بتاعت مش وقته والحجه بتاعت المصلحه العامه، برضو الاضراب حق لكل الناس عشان مصلحه كل الناس. من غير ناس بتضغط عشان حقوق، هتيجي حقوق ازاي يعني؟ هدايا؟ وبالمره الاضراب عشان تاخد حقك ده اصلا يتكلم عنه الناس اللي اصلا بيشتغلوا بس، ها؟ اللي ينتج ويتهضم حقه يتكلم عن الاضراب، اللي ما بينتجش ما بيشتغلش يسكت ساكت. بس انتهى. سلامات.